جديد إلى الملف العراقي، حيث توفي متظاهران صباح اليوم متأثرين بجروحهما. نعم. بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، هذا وحملت مفوضية حقوق الإنسان في العراق القوات الأمنية مسؤولية سقوط ضحايا بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وفي هذا السياق قطع محتجون عددا من الطرق والجسور في عدد من المحافظات من بينها بغداد والناصرية والكوت وبعقوبة تلبية لدعوات للتظاهر مجددا. رشقات الرصاص هذه ليست على حدود العراق دفاعا عن أهله بل في وجوههم، وذنبهم أن حر الصيف وصل 50 درجة وتعجز الحكومة عن حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة. القنابل المسيلة للدموع قتلت متظاهرين اثنين بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد. منظمات حقوقية والأمم المتحدة تجذب أعمال العنف داعية الحكومة إلى التحقيق ومحاسبة الجنات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يصف التطورات بالأحداث المؤسفة دون أي ذكر لوقوع ضحايا ويعلن التوجيه بالتحقق من ملابساتها. التظاهرات الجديدة تعيد إحياء مشهد انتفاضة أكتوبر الماضي، وهي الأولى منذ تسلم حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة. أولى تعهداته كانت التحقيق في مقتل المتظاهرين وعنف القوات الأمنية خلال الاحتجاجات السابقة. تظاهرات تجددت رغم أن التوتر الإيراني الأمريكي على أرض العراق كاد يخمدها، وانقلب وفاق طهران وواشنطن نهبا للعراق وحال العراق لم يتبدل. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، القاظمي أسف لما جرى ووعد بفتح تحقيق لهذه المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير، هل أقنع هذا الخطاب المتظاهرين؟ بالتأكيد هذا الموضوع كان محرجا جدا لحكومة الكاظمي. الرسالة الأساسية بتشكيل هذه الحكومة جاء نتيجة استقالة الحكومة الماضية التي اتهمت بأنها قمعت المتظاهرين وسقط جراء أعمال العنف حوالي أكثر من 700 متظاهر، وأيضا بين القوات الأمنية عدد قليل، وحدث ما حدث منذ حوالي 8 أشهر. على أثر ذلك استقالت الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة. الادعاء الذي تتبناه حكومة الكاظمي بأنها جاءت من رحم هذه المظاهرات والاحتجاجات وأنها تمثل المحتجين والمواطنين. ما حدث ليلة البارحة أحرج الكاظمي بشكل كبير. اليوم منذ حوالي ساعة خرج بتصريح شخصيا عبر الشاشة ووعد المواطنين بإجراء تحقيق خلال 72 ساعة سوف يعاقب ويحاسب ويقف على أسباب ما حدث ليلة البارحة، وهو يؤكد على ثوابته بأنه سيحمي المتظاهرين. طبعا هناك الكثير من المتظاهرين خصوصا الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم تبنوا الدفاع عن الحكومة الكاظمي بأنها ممثلة عن المتظاهرين المحتجين، ولكن بعضهم أعلن استقالته ليلة البارحة، والبعض الآخر وجه أو صوب ريشة قلمه باتجاه حكومة الكاظمي واعتبر ما حصل هو إخفاق جديد يلحق العار بالحكومة. وكيف للقاظمي أن يتجنب في هذه الحالة مصير أو سيناريو مشابه لعادل عبد المهدي؟ بالتأكيد هذا هو التحدي الجديد بالنسبة لحكومة الكاظمي. يجب أن يتخذ إجراءات رادعة، خصوصا أن هذه الليلة أيضا سمعنا عن استعدادات لمظاهرات جديدة. بعد ظهر اليوم اندلعت أيضا مظاهرات في مدينة النجف وحرق للإطارات في عدة شوارع وغلق هذه الإطارات. أنا هنا أبعد على مسافة قريبة من ساحة التحرير، أيضا أسمع بعض الأهازيج بين حين والآخر والتحضير لتحرك ما هذه الليلة. هذه كلها تحديات جديدة على الكاظمي أن يتعامل معها بالجدية وأن يتابع الموضوع وألا تعاد السيناريوهات السابقة. طبعا بالتأكيد هو يدرك حجم هذا التحدي، وبالنتيجة من المتوقع أن يتعامل معه بشكل أكثر حزما مقارنة بما حصل ليلة البارحة. شكرا جزيلا لك من بغداد يا النصر.